عبد البديع كان قال لي ان فلوس وصولات الامانه اللي كانت على عمي نوح الله يرحمه بقت جاهزه وموجوده عندك. مظبوط يا هانم، سعادتك لما طلبتيني الصبح وطلبت انك تشوفيني انا عملت حساب المساله دي. جبت معايا رقم الحساب الجاري اللي في البنك فتحته باسمك واودعت فيه مبلغ 15 مليون جنيه. اتفضلي يا هانم، ده دفتر الشيكات جاهز على انهاء اجراءاته مع البنك. يعني بمجرد ما تروحي وتوقعي التوقيع معتمد كل شيء يبقى تمام عشان عمليات السحب والاضافه والحاجات دي. انا اول شيك هكتبه لسيادتك. انا مش ناسيه وصيه عمي نوح الله يرحمه والمبلغ اللي حددته لحضرتك مقابل اداره الوصيه. انت تأمريني بحاجه تانية حضرتك؟ ميرسي، شكرا. يعني هيبقى بينا تليفونات لو احتجت حضرتك في اي استشاره ولا حاجه؟ معقول يا هانم؟ ده المثل بيقول لا يفتى ومالك في المدينه، وانت بسم الله ما شاء الله ابن عمك من اشطر محامين مصر. بوده معذور، ما انت اصلك ما تعرفش وما كنتش حاضر. عبد البديع مش ابن عمي وبس، عبد البديع بقى جوزي من كام يوم. والله الف الف مبروك لو انها متاخره يعني. ميرسي، شكرا. طيب استاذن انا. استاذ نبيل، انا ممكن اطلب منك طلب تعمله مكاني؟ تحت امرك يا فندم. انا كنت عاوزاك تطمني على حاله بنت عبد البديع الصحيه. عبد البديع موبايله مقفول وخاف لو اتصلت حاله بنته الصحيه تسوء اكتر. منى؟ مالها منى؟ اتصدمت يا حرام في مشاعرها لما عرفت خبر جوازنا. انت عارف هي متعلقه بابوها قد ايه. صحيح. أرجوك يا أستاذ نبيل، حاول تشيل عني الحرج ده وتطمني عليها في أقرب وقت. طبعا ضروري إن شاء الله. سلام عليكم. اللي يشوفك وانت بتقولي خديني على أقرب اسم بوليس عشان تشتكي على الست دي ما بيشوفك هلا وانت جايب لها أحلى ورد الشام. ده أحلى ورد الشام عشان انت معاي. بس لو أعرف سبب التغيير. مش بين الدنيا مصالح، في مصالح مش خارجة بينهم. انت ما سمعتيش الظابط وهو بيقول المحبة إلا بعد عداوة. يا سيدي الله يديم المحبة. ده ما كنتش كامل العدد، كان زماني في مكان تاني في مكان تاني خالص. انت مش هتبطل شقاوة أبدا. وفي أحلى في الدنيا من الشقاوة. بسرعة يا زعيم بقى، الراجل هيمشي. ما يمشي يا عم في 60 داهية، نجيب شقة أحسن منها 100 مرة. احنا داخلين على الزمن بتاعنا. ايه ده؟ صباح الخير يا علي. صباح النور يا عم، مالك في ايه؟ انا كويس. اختك مالها؟ اختي فوق زي القرد. انت حد بلغك معلومه مضروبه ولا ايه؟ الله، امال ده؟ بقول لك يا علي، هو ابوك صحيح اتجوز اللي اسمها دوله دي؟ ايه ده؟ انت كل ده ما كانش عندك خبر؟ طب ازاي؟ وليه؟ اللي يجاوبك على الحاجات دي بقى انتيمك. انا شخصيا بسمع الكلام وانفذ وماشي معاه زي الفل. والست والدتك عرفت؟ عرفت واستسلمت وبقت 10 على 10 كمان. طب ممكن بقى تعمل لي خدمه؟ انده لابوك بقى بسرعه عشان موبايله مقفول من بدري. الحقيقه يا عم مش هينفع، لان بابا لا موجود في الشقه فوق ولا في مصر كلها. يعني ايه؟ بابا في سوريا من امبارح. سافر سوريا يعمل ايه؟ تقدر حضرتك تستناه لما يرجع بقى وتعرف منه كل حاجه. انا اسف يا عم. معلش انا هضطر امشي عشان عندي مشوار مستعجل. بعد اذنك. الله، لما هو متجوز لسه مقدرش كلمه. رايح سوريا يعمل ايه ده؟ عمو عربيتك بس والنبي عايز امشي بعد اذنك. انا اللي طول السكه وانا حاطط ايدي على قلبي لما ما عجبنيش. انا ساعتها ما كنتش عارف اعمل ايه من الكسوف. بنفرج بشويش عليا شويه. تعرف من امتى انا ما سمعتش الكلام الحلو ده؟ من امتى؟ من سنة 68. ياه، من ايام حرب الاستنزاف يا دوب. انا اصل الكلام ده بيطلع من قلبي ما بفكرش فيه. مش شايف ان الكلام ده كبير قوي على عدد المرات اللي شفنا بعض فيهم؟ يا اشجان هانم، الحب عمره ما يبقى بالكم، الحب بالكيف. ايوه بس انا ما اعرفش عنك حاجه. كل ده وما تعرفيش عني حاجه ازاي يعني؟ لا بجد انا ما اعرفش عنك اي حاجه.
تأخرنا عليك؟ براحتكم. أسأل سؤال بقى، احكي كل شوية بنات يخشوا مع بعض الحمام وقال إيه بيصلحوا ميك اب؟ إيه الرزالة دي؟ أنت كمان هتتدخل في أسرار البنات؟ يا ستي على إيه؟ أنا عارف بختي معاه شكله إيه والله العظيم. يا حرام الراجل رفع الراية البيض. ويا ريت عاجب بعد كل ده. أهو الكلام ده بقى اللي بيستفزني، يخليني أشكل عليك. لا تشكلي ولا شكل. أنا سابك الترابيزة وقايل بسرعة كده. أوعى تكون زعلت، ما أنت عارف هزاري. هزاري إيه؟ اتطعمت من زمان، عندي مشوار شغل لازم انجزه دلوقتي. بس بالحق قولي لي عملتوا انتوا الاثنين في موضوع الشغل؟ زي الفل، مستنيين لسه. احنا بنريح شويه عشان بنستأنف في الشقه. برضه مش هضغط عليكم موضوع الشغل مع بابايا. يلا سلام. ايه مالك؟ هيوحشك؟ نندهله قبل ما يمشي؟ بطلي بواخه بقى، انا مش بايخه ولا حاجه. انت اللي الظاهر عليك السناره غمزت وانت مش واخده بالك ولا دريانة. احسن بكره يترد لك كل اللي عملتيه في المسكين ده. بتعيطي يا شيماء؟ اصل ما كنتش متصوره ابدا ان في حد اسأت. ما لو حكيت لي الوقت اللي حصل في حياتك قبل ايه؟ اسفه اسفه قوي اني فكرتك بحاجات مؤلمه بالشكل ده وانت بتحكي لي عن نفسك. انا اللي اسف. أنا سببت في نزول حبات اللولي على الخدود من المرمى. قولي لي أعمل إيه عشان أعبر لك عن أسفي ده؟ لا ولا حاجة، بس روحني من فضلك، كفاية عليا كده النهاردة. أهلا يا لوزة، اتفضلي يا حبيبتي. عاملة إيه يا حبيبتي؟ أنا الحمد لله كويسة، المهم أنتِ عاملة إيه؟ أنا زي الفل أهو، الحمد لله. هيجرى لي إيه يعني؟ يعني انت كويسه؟ الله، جرالك ايه يا لوز؟ ما انا قلت لك انا كويسه والحمد لله، انت هتزعليني بالعافيه؟ طيب ان شاء الله دايما. بس انا جيت لك النهارده عشان كنت سايباكي في حاله وحشه وكنت قلقانه عليكي، ما كنتش عارفه اطلعك من الحاله اللي انت كنت فيها دي خالص. اسكتي يا لوزه، ما تفكرينيش. دي كانت ليله الله لا يعودها، يا ساتر يا رب. الحمد لله عدت على خير. عدت على خير ازاي؟ الخبر طلع غلط؟ لا مظبوط، احنا اللي كنا فاهمين غلط. اتاري الموضوع طلع كبير قوي ومتشبك وداخل في بعضه زي سلك المواعين. هجيب لك من الاخر، انت لازم تروحي المدرسه عادي خالص وتحطي صباعك في عين التخين هناك، دول ناس ما وراهمش غير النم والقر. انا عامله عصير طماطم حلو قوي، هجيب لك. انت كمان وحشني قوي يا طارق. سيبك مني انا، طمنا عليك، عامل ايه؟ الناس اللي كانوا بيدقوك في الشغل خلاص؟ عظيم. اجي ازاي؟ انا عامل زي السمك لو طلعت من الميه اموت. انت لما وحشك ابقى تعالى اجازه، انزل مصر اسبوع ولا اتنين وبعدين نرجع لحياتك. يا لا صوتي مخنوق ولا حاجه، دول شوية برد حلف في رقبتي وكوفية وحبقة تمام. مش هطول عليك بقى يا حبيبي، كله من تعبك وشقاك. وحشني يا طارق، انت اللي وحشني يا حبيبي. اشوفك على خير يا ابني. محمد رسول الله. انت هتفضل شايل هم وقرفان كده كتير في ايام مفترجه زي دي يا زميل؟ مفترجه ايه بقى؟ ما خلاص تربعت على دماغنا ونحاست بسبب موز الفار ده. ايه يا معلم؟ انا مش عارف زعلان ليه من الصبح. زعلان ليه من الصبح؟ مش انت اللي قلت نزلوا صوره انهار في الجرنان عشان نعمل زي ولاد الزواد؟ وانا وبقله مشينا وراك واحنا مغمضين عينينا، هتربعت فوق دماغنا كلنا. تصدق يا معلم صورة الستة انهار في الجرايد كانت كده؟ انت بتكيدوا ياد ولا ايه؟ قول ياد منين على غزك يا؟ ماشي يا معلمين، خير ان تعمل شر ان تلقى، بلد في تواك صحيح. اهدى بس كده يا معلم غريب وسيبك من كلام الصغار ده واحكي لي ايه اللي حصل في موضوع الجرنان وانا اشوف لك تصريفه بعون الله. ما بلاش يا عم بولا، ما احنا كل مره نشوف تصريفه تتربع فوق دماغنا. الله، ايه بس يا زميل؟ يعني ايه عشان باظت مننا مرتين قبل كده؟ مرتين؟ ثلاثة أربع خمس مرات يا سيدي، تبقى الدنيا خربت خلاص؟
قوم بس تعالى نقعد جوه نضرب حجرين الدماغ تشتغل، نطلع نقعد في الهوا نمخمخ، نشوف لنا تصريفه في اللي احنا فيه. انا رايح بس خليها هواء النهارده عشان المرشام لحسن مخ. حلو قوي 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 يا نديم، برافو عليك، تحفه. لا بجد حلو. دي الاوضه اللي هستقبل فيها العملاء بتوعنا، وانت اقعد في الاوضه اللي جنبي. بس بقول لك ايه، شوف لنا بقى سكرتيره كده حلوه وشيك تقعد بره تستقبل العملاء والزبائن. طب ما انا عندي فكره نضرب بيها عصفورين بحجر واحد. يبقى خير وبركه، نجيب منها تشتغل معانا اهو، منها نقرب من بعض، ومن ناحيه تانية يعني نعافيها من المشاوير اللي بتنزل تدور فيها على شغل. دي فكره فاشله مليون في الميه. والحجر بتاعك بدل ما ضرب عصفورين كسر لوح ازاز، وكان هيجيب لنا مصيبه كمان. ليه يعني؟ اولا عشان احنا عايزين نفاجئ منها انك بقيت كبير، ومفاجاتنا ليها هتبقى مبهره. ثانيا مفيش فيها اي ذكاء خالص انك تجيب حد معروف لينا معرفه شخصيه معانا في مطبخ الشغل، عشان افكارنا تفضل طازه ومفاجاتنا اللي حوالينا تبقى مبهره. تفتكر؟ طبعا احنا لازم نكبر في الخفا عشان نفاجئ السوق كله، نخليهم يقولوا ايه شويه العيال اللي قلبوا الدنيا دول. بس اعمل حسابك لو عايزين نحقق ده لازم نشتغل 80% من عدد الساعات اليوميه على الاقل. جاهز الشقه يا معلم؟ هيبع عليك يا زعيم. اه على فكرة كلمة زعيم مش هتنفع مع الجو الجديد والبرستيج اللي هنبقى فيه، ولا حتى كلمة معلم دي. انت من النهاردة هتناديني يا علي بيه. طب وانا؟ انت مش هنغلب فيك يا نيمو، حتى لو اتزنقنا مع بعض ممكن ابقى ناديك يا باشمهندس. انت مش خريج معهد سلكي؟ باشمهندس نديم شغال برضو يعني. نعم بقت بتتقال اي حد بس مش هتفرق. عموما انا جاهز للشقه معاك يا علي بيه، وتحت امرك من الان. ما تيجي توجهني. انت اكيد فهمت غلط، دي اختي. اختك في الرضاعه، انت افهمك كيف ازاي؟ البدا بتاعك امي. صباح الفل يا حبيبتي. صباحك زي وشك يا كازانوفا. اشجان؟ يمكن دولة ولا لطيفة ولا انهار، ده انت نهارك اسود. ايه الاسامي الغريبة دي يا حبيبتي؟ انا مش فاهم حاجة. اسماء حريمك يا شهريار عصرك. بقى متجوز ثلاثة في مصر وجاي تحل بالرابعة هنا في سوريا. قول على نفسك بقى يا رحمن يا رحيم. بص بقى يا حبيبي، اهرامات الجيزة ونديل وابو الهول هيبقوا مجرد ذكريات، هتقعد تفكر فيهم وانت متلقح على الاسفلت في السجن بتعيط على شبابك اللي راح حاضر على ايدي انا. لا لا اسمحي لي بقى، اكيد في سوء فهم في الموضوع. سوء فهم يا جبان يا ندل؟ فاهم نفسك حويط وذكي وان محدش هيكشفك؟ فات عليك ان احنا بنسجل كل مكالمه وكل كلمه بتتقال وبنسمع كل دبه نمله. عمال تبدل فينا كده زي الشربات طول الليل. شربات ايه؟ انا والله انا والله انت لازم تتربى، وانا اللي هربيك على ايدي بقى، وحوريك حوريك بقى نفوذ اشجان ماضي واصل لحد فين. طب انا هعترف لك بكل حاجه، والله العظيم انا غصب عني انا كل حاجه. رد على التليفون يا روميو، السرقة واحده جالك استدعاء من مخفر. تحت امرك. سوري يا نيل، هي الساعة كام دلوقتي؟ معلش يا نيل اتأخرت، راحت على نوم. أشكرك يا عمي. ليل العشاء طويل وأنت حبيبك، تفضل. نصيبي كده. خايفة أقول لك رأيي بعد اللي حكيتهولي تزعل.
يبقى ما تقوليش بقى خلينا حبايب احسن. بتقفل ازاي ده؟ يلا يا ليلى، فاضل 5 ساعات على الطيارة. هتوحشنا يا استاذ عبد البديع. ما تشوفيش واحد. خلاص هتسافر غصب عني بسرعة كده. انت عارفة اني بقالي 21 يوم هنا. معقولة؟ مروا هوا، اجمل 21 يوم في حياتي. لو بايدي اقطع شهادة ميلادي واكتب شهادة ميلاد تانية بتاريخ اول يوم في 21 يوم دول. ياه. طب بعد انت بنسافر وتسيبني لوحدي، مين اللي هيقول الكلام الحلو ده؟ احنا هنروح من بعض فين؟ الطياره 1:15، تأمريني ابقى عندك هنا في دمشق او تتكرمي عليا وتبقى عندي في مصر. مصر؟ لا ما تقوليش انك بعد السنين دي كلها مش بنشوقك تشوفي مصر. لا ازاي؟ بس الحقيقة أنا عايدت نفسي ما رجعش مصر تاني. أصل خرجت منها بجرح عمري كله. احنا اتفقنا على ايه؟ لازم ننسى جروحنا اللي فاتت عشان نعرف نستمتع بمستقبلنا. أنا اتعودت عليك. هتسيبني من هنا؟ أنا أخدت على إني كل يوم أشوفك وتبقى قدام عيني. طب أعمل ايه؟ مش انت اللي قلتيلي لازم اخد بالي من شغلي؟ بس زي ما اتفقنا انت اللي هتوجهيني وتاخدي بالك مني عشان اقدر اقف على رجلي من تاني. وزي ما اتفقنا برضه ما تخبيش عني اي حاجة مهما كانت صغنونة. لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي اصدق من عبد البديع الارض. هشوف أحلى وشها على خير. أول ما توصل مصر طمني عليك. أول ما يسمحوا لنا نفتح الموبايل في الطيارة، ما تقلقيش. أنا بس حامل هم الشهرين دول، مش عارف أقضيهم من غيرك إزاي. عارفة اللي مطمني إيه؟ إن آخر يوم في الشهرين هيبقى حقي شرعاً وقانوناً إني أتجوز أجمل امرأة في الدنيا. بس يعني أنا مصممة إن العصمة تبقى في إيدي أنا. تصدقي بيه؟ أنا كنت لسه هترجاكي إن العصمة تبقى في إيدك أنت. الحمد لله. عدو! ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك. إيه الغيبة الطويلة دي؟ كل ده في سوريا بتعمل إيه؟ سايب كل حاجتك في مصر ورايح تقعد هناك؟ وإيه اللي خلاك تتجوز دولة؟ الله ينور عليك، أنا جاي لك عشان موضوع دولة ده. عملت ايه في فلوسها؟ لا ما انا اديتها الفلوس زي ما انت امرت. يا نهار ابيض. وايه اللي خلاك تديها الفلوس؟ الله، مش انت قلت خلاص موضوع دولت؟ وقلت لها كمان ان الفلوس عندي؟ انت بتديها الفلوس وانا مش موجود يا نبيل. الله، حقها وطلبته. اقول لها استني لما اشوف عبد البديع هيقول ايه؟ وبعدين انت قبل السفر كنت قافل موبايلك واتجوزت ورحت وجيت ما حدش يعرف عنك حاجه، ده حتى تعب منا ده ما عرفتوش الا من دولت. لا ده مرض استراتيجي، منا ما فيهاش حاجه منا بخير. المهم خلينا في دولت. انت اديت لها الفلوس امتى؟ من اكتر من 3 اسابيع. يا نهار اسود، وقعد تحكي معايا يا اخي. دولت ما بتردش ليه بقى؟ ربنا يحيرك زي ما انت محيران يا شيخ. ربنا يستر بس ما تكونش بقى زقت الفلوس. محكمة! يا نهار، يعني هيكون جرالي ايه بس يا حبيبتي؟ اعمل ايه؟ أصلك وحشتني قوي، بقالك مدة مسافر، قلت استسمحك يعني وأسمع صوتك وأقفل على طول. ربنا يخليك يا نهار، معلش أنا عندي ويتنج بس لازم أرد عليه. يلا باي باي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا لطيفة. علي فين؟ وأنا بشوفه. تاخد نفسك الاول، قول لي ازيك يا لطيف، اطمني عليك. اطمنك على ايه؟ ما انا واقف قدامك كويس اهو. ما تعرفيش هو وابن خالته قافلين موبايلاتهم ليه؟ بقول لك الواد بقى يصحى ويخرج ويدخل وينام في مواعيد تانية غير مواعيدنا.
وجواز اخواتك ما عرف لهمش طريق؟ تحب اطلع اسالك عديله ولا رتيبه؟ انت لسه تسالي سلام على فين؟ انا لحقت اشبع منك. دولي دولت انت فين يا حبيبتي؟ افندم جناب. ايه ده انت مين؟ انا السفرجي ادريس يا فندم. انت بتشتغل هنا من امتى يا ادريس؟ انا وعثمان ودادا امينه بقالنا اسبوعين. ادريس وعثمان ودادا امينه ده فيلم رد قلبي. خد عشان نخلص. ايه دول؟ دول شيكات، واحد لابوك والتاني لعم مجاهد عشان يسددوا الدين بتاع المعلم فرج. طب ما كنا ندور لهم الحكايه يعني، طالما الموضوع ماشي ومصلحه واحده. عايز تشاركهم بنصيبك وحصتك انا ما عنديش مانع، اللائحه اللي انا حطيتها بتديك الحق في كده، لكن لو عايز رايي بقى وجودهم على دماغنا كده هيعطلنا كتير قوي، الا بقى لو هيكملوا ثقه فينا وياخدوا ارباح كل فتره خلاص. هم عايزوا ايه يعني اكتر من كده؟ سيب لي بس انا هعرف ازاي اقنعهم بالمساله دي. خلاص زي ما تحب. بقول لك في اي مشاكل في الشغل، في حاجه تانية عايز تمضي في اي حاجه؟ في كائن خرافي بره عايز اقول لك عليه من ساعه ما دخلت، بس انت ما ادتنيش فرصه. كائن خرافي؟ قصدك ايه؟ والله ما اعرفش يا فندم، هي خدت السواق بالعربيه البكار وخرجت من ساعتين واكتر. سواق عربيه بكار، تعرفش راحت فين؟ ما اعرفش يا فندينا. ازاي ما تعرفش راحت فين؟ هي عودتنا على كده من اول يوم واحنا عبد المامور جنابك. ماشي، طب روح اعمل لي قهوه، انا قاعد مستنيها لغايه ما تشرف. حاضر. استنى شوف الحاجة، غير ريقة، أنا ما أكلتش من الصبح. أنتوا طبخين إيه النهاردة؟ خبيزة وكشك ألماز. طبعًا مش أقل من كده. طيب يلا. يلا روح أعمل قهوة. اتحرك لأضربك بالكربة. الله يخليك يا دكتور. أيوة حبيبتي. اتفضلي. مساء الخير يا علي بيك. مساء الخير يا أنسة. رينو. نعم؟ رينو مهران آل درويش. تفضلي. حضرتك ليكي علاقة بمجموعة الدرويش بتوع الأمين والسلطة؟ أمامي، والدي مهران درويش الله يرحمه كان نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة. الله يرحمه. طب اتفضل يا باشمهندس نديم. لا بعد إذنك يا علي بيه، هطير أنا. قصدي أروح أخلص المشوار اللي كنا بنتكلم عليه من شوية. أوكي. ونتابع بعض اخر ليل طبعا يا باشمهندس. طبعا طبعا يا فندم. فرصه سعيده لينو هانم. ميرسي. ها تشربي ايه؟ نتكلم في الشغل على طول وبعدين نخلي حكايه المشروبات دي لحد ما نتفق. وماله؟ تحت امرك. يا حبيبتي والله انا ما نمت من امبارح. انا من ساعه ما كنت عندك طلعت على المطار، جيت على هنا من ساعتها بقول ما استريحتش، ما نمتش نص ساعه. لما كنت في الشام ما كانش ممكن ابدا تعدي ساعه من غير ما تكلمني في التليفون مره او اثنين او ثلاثه. دلوقتي وانت في القاهرة شوف مرة عليك كم ساعة، ما حاولتش تعمل لي ميست كول او تبعت لي مسج او اي رسالة يعني كده تطمني عليك وتسمعني كلمتي الحلوين من كلامك اللي بشبعش منه ابدا. يا حبيبتي انا مش عايز ازعجك، مش عايز احكي لك على الكوارث اللي لقيتها مستنياني هنا في القاهرة. انا عارف انت اصلك رقيقة وقلبك رواية، ما تستحملش الكلام. ايه ده؟ ايه صوت الكلاكس الغريب قوي اللي انا سمعته ده؟ ده كلاكس قديم قوي ما سمعتوش من ايام ما كنت في القاهرة. اه ما انت عارف احنا هنا في مصر بلد الاثار بقى بنهتم بكل ما هو قديم. بقول لك هو انت سهرانة مش كده؟ يعني بس مش كتير. وانا كمان مش هقدر اتاخر عليك كتير، انا بس اخلص من كارثة من الكوارث اللي عندي دي وهكلمك على طول. يلا باي باي. ايه مالك؟ ما انتش واقف على بعضك ليه؟ عايز تقول انها جت يعني؟ هو جنابك يا افندينا تعرف كلاكس عربيته؟ لا بس عارف طريقه تفكيرها. يلا روح شوف كنت بتعمل ايه وما تجيش غير لما اندهلك. زي العالم يعني. تمام يا افندينا. هادر. معقول يكون لسه شايف نفسه من ساعتها؟ ده انا الايام عدت عليا كلها جيت على روحي. لا خرجت ولا روح. أكيد ده أنا حتى كمان جيت على روحي وقطعت غريبة أخويا من ساعة ما زعله. قلت كفاية عليه تعب بنته، أمال إيه اللي مخليه يعمل لي كده؟
قال لي انه هيتصل تاني وما اتصلش. معقول يكون قلبه اسود كده؟ يا ربي ده ما بلش فيه حتى بكلمه حلوه. كنت فين يا هلا لحد دلوقتي؟ انت ظهرت. انا كنت معزومه في صحفه بريئه في الكلوب. كلوب؟ مالك مش واقفه على بعض؟ انت شاربه؟ شش وطي صوتك. الخدمين يقولوا علينا ايه؟ انا شربت كاس ولا اتنين مجامله لصديقتي في الطفوله، كانت زبالتي في المرديديه وخلاص. بونوي تعالي اقفي هنا واتكلمي مع جوزك. انا ليه عليك حقوق؟ لا لا لا، انا النهارده مش هقدر العب خالص. انا جايه تعبانه وعايزه انام، مش هقدر العب استغماية النهارده. على فكره انا جبت لك بلاي ستيشن عشان تقعد تلعب وانت في مكانك بدل ما تقطع نفسي ونفسك على الفاضي. واضح انك قبضت من نبيل، اشتريت شوية حاجات كده. ماشي شوية رفايع، حاجات بسيطة، ما صرفتش كتير، مليون جنيه بس. كم؟ باختصار وبدون مقدمات، أنا جاي أقولك إن طريقة لعبك في السوق عجبتنا، وجاي أعرض عليك اللعبة مع الكبار. صدقني قبل ما تفتح بقك، العرض اللي أنا جاية لك بيه ده لو ترددت فيه ثانية واحدة، ممكن بقيت عمرك يعدي وما يتعرضش عليك تاني. آه يا بنت المجنونة، تصرف مليون جنيه في 20 يوم، أحجر عليها السفيهة دي ولا أعمل فيها يا رب؟ تعبي وشقايا يا ناس، أنا مش بعيد لو سبتها لدماغها تصرف 14 مليون اللي فاضلين في أقل من سنة. إيه ده؟ قومي قومي اصحى كده وفهميني. افهمك ايه؟ انا دلوقتي عايزه اطلع اخد شاور. مفيش نوم ولا شاور غير لما تفهميني عملت ايه بمليون جنيه. دي فلوسي، انت مالك انت؟ انا جوزك، من حقي اعرف. مش كفايه انك كاكه سكرانه نص الليل؟ عيب تقول عليا كلمه سكرانه، انا بنت عيله مش ست اي كلام، انا حفيده الارندلي باشا. عملت ايه بمليون جنيه يا بنت الارندلي؟ بمتع نفسي بفلوسي قبل ما اموت، بفكر نفسي بايام العز اللي راحت. عندك مانع؟ انا خايف عليك يا دولي، خايف عليك يا حبيبتي من النصابين. ارحميني وقولي لي انت ناوي على ايه. انا محضره لك مفاجاه بفوتة، بس مش هقول لك عليها غير لما توعدني انك هتكون ليا لوحدي وبس. هو صح ان انا بقى ليكي لوحدك وبس، خصوصا بعد البنت ما تعبت، لكن انا اوعدك لو قلت لي المفاجاه. وعد بفوتة؟ عيب يا دولي، عمرك شفت عبد البديع واحد وخنف؟ طب غمض عينيك. غمض عينيك. غمض عينيك. ادريس يا ادريس. افندم استوانا، هات لي الظرف اللي على المكتب. هات بسرعه. غمض عينيك. غمض عينيك. اتفضل يا استوانا، خدمه تانية؟ شكرا ميرسي يا ادريس. ما تنساش صحيني بكره الساعه 7، وخلي السواق يجهز العربيه الساعه 7:30 عشان هنروح مشوار مهم قوي في الهرم. ولازم انتوا ايه مشوار الهرم ده كمان؟ ثانيه واحده من فضلك، ما تروح يا ادريس واقف ليه؟ هلا استنى. خلاص فتح عينيك يا حبيبي. مش فاهم. ياخد يشبه اليخت الملكي المحروسة، فاكره بودا؟ لا طبعا فاكره، هو تكوني بتفكري تشتريه. أنا سألت عليه فعلا ولقيت تمنه معقول جدا، قلت هو ده، هو ده اللي لف بيه العالم. تصور سعره كام؟ فرحيني. رخيص خالص، 7 مليون بس. بس تصور. يبقى فاضل 7 مليون يا بنت المجنونة. اه يا قلبي. المفاجأة التانية. ش
الشاليه مساحته 180 متر في اجمل منتجعات اسبانيا، هو ده اللي هختم رحلتي البحريه عنده. تحفه. عارف سعره كام؟ بسيط خالص واللقطه 3 مليون بس. يا بلاش. تحب احجز لك واحد معايا؟ وده هفكر. وحكايه الهرم اللي انت رايحها الصبح دي كمان؟ اصل انا بفكر اشتري مهر عربي اصيل زي اللي كان في السرايا بتاعت جده قبل الديانة ما يحجزوا عليها. الجنينة هنا واسعة وهي الواحدة تعمل رياضة بدل القعدة كده. إدريس أفندم. جنابك تطلع تحضر الحمام عشان الهنم تاخد الشاور بتاعها، وتقول الرئيس عبد الواحد الجنايني إذا ما خدش باله من حوض الورد اللي في الجنينة أنا هبعته مستشفى المجانين. هادر رايح فين بودا؟ بودا رايح فين؟ رايح ارتب لك مفاجأة أنا كمان يا حبيبتي. مفاجأة بمفاجأة والبادي أصلا. ولسه من عارف أنا بتفكر في إيه كمان. والأجيان دي كمان هتعمل إيه بحصتها في المراس؟ عمال سايب جاي من هوا. الله يسامحك يا عم. طيب يا علي موليدك هي دي الأمانة اللي أمنتك عليها؟ تقفل موبايلك. محكمة. ألو مين؟ أخيرا فتحت موبايلك. مين؟ أنا زعلانة قوي منك كده. تسيبني للشباب ياخدوني وما تحاولش تدافع عني ولا حتى تنقذني من بين إيديهم. أهلا يا أروى ازيك؟ أهلا. إيه بقى؟ ده أنا لولا كاوتش عربتهم فرقع والبوليس كان عامل كمين في مدخل المقطم وكمان واحد منهم جات له أزمة ربو كان زمانك بتقرأ عني في صفحات الحوادث. أخدوا جزاؤه ما أحسن. عندك حق. قولي بقى مش هشوفك؟ ألو أيوة أنا مسامعك. بقولك مش هشوفك. بقولك إيه؟ ألو ألو لو سمعاني اقفلي واطلبيني تاني. يلا أنا مسامعك أصل خالص. بس نحسك انت كمان مش كفايه العالم. علي 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 فين دي؟ ايه ايه يا ابني مش هنروح ولا ايه؟ الساعه داخله على 2 فجر. اقعد 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 واحنا لسه هنقعد يا علي. اقعد بس يا دي ما تبقاش فقري. هنتكلم في الشغل والشغل ده ما ينفعش نتكلم فيه واحنا ماشيين في العربيه. اقعد بس. عارف مين الكائن الخرافي اللي كان هنا من شويه؟ طبعا عارف يعني وانا كنت موجود. هي دخلت دماغك ولا ايه؟ دماغها حلوه قوي. صعب تلاقي واحده في سنها بالدماغ دي. المهم يعني طلعت منها بايه؟ مالك بتتكلم كده زي ما يكون جوزنا الشالين بنوزع اللي شلناه على بعض. حقك عليا يا عم. انا هقفل بقي ولو فتحته اديني بالبلغه. بغض النظر عن هبلك ده، البنت دي لو حطينا ايدينا في ايديها ونفذنا الافكار اللي بتقول عليها هنتنطق اسرع ما كنا بنحلم. طب وانت ايه اللي عرفك ان طريقها زي طريقنا؟ امال انا كنت برغي معاها في ايه ده كله؟ دي عندها شوية أفكار تكسبنا ملايين من الهوا. ملايين من الهوا؟ لا بالراحة كده عليا وفهمني تيتا من أولها. تيتا؟ علي لسه ما جاش. طب لا لسه هحضر لك العشاء. أنت ما بتفكريش غير في الأكل. مالك كنت قاعدة مساهمة كده؟ ما أنت قلقتني على علي وأنت كنت خارج زعلان فقلت أستناك أشوف مالك شايل الهم ليه. اعملي شاي يا لطيف. حاضر حط لك عليه نعناع وقرنفل عشان يروق دمك. ثواني ويكون قدام. ادخل. مساء الخير. مساء النور. انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ عادي انا ما بنامش قبل الصبح. وبتعملي ايه لغايه الصبح؟ العادي برضه. ما ترد عليا بحاجه فاهم؟ مش لما افهم الاول ايه اللي خلى حضرتك تهتم فجاه بالمساله دي؟ انت هترد على سؤالي بسؤال؟ حاجه غريبه والله. ما هي عشان حاجه غريبه فانا بسال حضرتك. واضح ان في حاجه مضايقاك وحضرتك داخل تطلعها فيا. انت ازاي بتكلميني كده؟ اعذرني حضرتك يمكن عشان مش متعوده على الكلام معاك اصلا فعشان كده مش عارفه اتكلم معاك ازاي. العيب مش عليك، العيب على هانم اللي انا سايبها تربي ودي النتيجه. لطيفه لطيفه. ايوه يا بديل. أنا مزينح عليكي. ما أنا كنت بعمل لك الشاي زي ما طلبت وأنا اتأخرت عليك. اتأخرت قوي يا هانم. يا اللي كنت بتعايريني قبل ما أسافر بالبيت اللي فنيتي عمرك فيه، العيال اللي ضحيتي بحياتك عشان تربيهم وتعلميهم، وأنت لا ضحيتي ولا علمتي.
البيت ده ما فيهوش ابسط قواعد التربيه. ايه بس اللي حصل لكل ده؟ انت لسه تسالي ايه اللي حصل؟ ادخلي شوفي بنتك بترد على ابوها ازاي؟ لمجرد ان انا بطمن عليها وبشوف اخبارها ايه؟ منى؟ انت ليكي بنت غيرها؟ طب اهدى بس كده وروق بالك واقعد اشرب الشاي، وانا هدخل اشوفها عملت كده ليه؟ سيبني مني ليها؟ الحمد لله على السلامة يا عبده. صوتكوا جايب لاخر الشارع ليه؟ انت جيت يا فالح؟ طب مش تسلم عليا الاول؟ يا لطيفة في ايه؟ ادخلي يا لطيفة شوفي هتعملي ايه؟ قدامي يا فالح. سايب الدنيا تضرب تقلب ومغير موبايلك مش مدي النمره الجديده لحد وسيبنا انا الف حوالين نفسي والكوارث تقع فوق دماغي. ليه بس هو في ايه؟ اقول لك ايه؟ ما انت ولا على بالك. كل همك امتى تقبض اول قسط من اللي اتفقنا عليه. اه صحيح يا عمدو، مش كنت طلبت منك دي ولا انت اشار لله دي؟ لو عايز الاتفاق اللي بينا يفضل ماشي هما كلمتين هحكيهم لك وانت بعديهم هتدبرنا اعمل ايه. انا تجيبي لي الكلام في نصاص الليالي ليه؟ عملت فيكي ايه وحش؟ ده انا عمري ما طلبت منك تحطي ايدك معايا في حاجه من حاجه البيت، حتى كوبايه الشاي انا اللي بغسلها بعد ما بتشربيها. عايشه ولا السفيره عزيزه، لا بتساعديني في حاجه ولا بتعملي زي ما بقيت البنات بتعمل مع امهاتهم وتقولي لي عنك يا ماما، واخره المتم تتكلمي مع ابوكي بالطريقه دي وتزعليه ليه وهو فيه اللي مكفيه؟ ايه يا بيت تبصيلي كده ليه؟ اقول لك رايي في كلامك ده ولا تزعلي انت كمان؟ لا قولي، اثبتي لي كلام ابوكي وعرفيني فعلا اني ما عرفتش اربي. انت مصدقه الحكايه دي بذمتك؟ يعني ايه بيت؟ يعني اللي هقوله لا هيريحك ولا يبسطك، فتصبحي على خير احسن. طب ايه رايك بقى يا منى؟ انا مش خارجه من هنا غير لما اعرف ايه اللي جواكي من ناحيتي انا كمان. انت يا بيت حاجه توقع القلب فعلا. هو انا بحكي لك عشان تتصعب عليا ولا عشان تحلل المليون وزفت اللي تاخدهم انت والزفت التاني؟ انت عايز حل المشكلة اللي انت فيها دي على حسب ما فهمت مش كده؟ اه طبعا عايز حل. اذا كنت عايزين المليون وزفت وفوقيهم فهم بيها كمان الكمبيالات اللي انا مسكها عليك يعني. بس المهم الحل ده لازم يبقى باسرع وقت ممكن. خلاص اتفقنا. تكلم عادل يا قلب. يعني ايه اتفقنا؟ عندي كذا فكرة في دماغي بس هيترستوا على بكرة بالليل، واحتاج لمشورتك القانونية عشان يبقوا مظبوطين 100%. ده بديهي اعتبره حصل. والاهم من كده بقى اني احتاج ثقتك الكامله في الفتره اللي جايه كلها لغايه ما ارجع كل اللي بعزوه المرحوم. يعني هاخد منك الحل بكره بالليل يعني؟ عيب يا عبده، وانا عمري خذلتك قبل كده؟ طبعا خذلتني قبل كده لما اتفقت معاك في رايب دوله وانهار وتبلغني. ما علينا علي، قول لي بقى حكايه تغيير الموبايلات دي. امك بتقول انك بتيجي بالليل بعد ما تنام وبتصحى الصبح ما تلاقيكش. ايه يا ابن الغموض اللي انت معايشنا فيه ده؟ انت لسه شفت غموض يا عمدو؟ دي خطتي انا بقى اللي هفاجئ بيها الكل عشان تعرف ان اللي خلف ما ماتش وان ابن ارندلي على حق ربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وانا وعلي واقفين على حضرتك وانت مش شايفه في البيت غير بابا. اهتمامك كله بيه، خوفك كله عليه، وعلى ان مفيش واحده تانية تيجي تاخده منك، لدرجه انك عرضتي نفسك للموت مره عشانه وما فكرتيش ولو للحظة تعملي كده عشان حد فينا. عارفة ليه؟ عشان احنا مش من ضمن حساباتك أصلا. هتقولي بأكلكم وشربكم واغسل لكم هدومكم؟ عادي. ايه يعني؟ الحاجات دي بقت خلاص، الأكل بيجي تكاوي والهدوم بتروح المغسلة. بس عارفة ايه الحاجة الوحيدة اللي ما بتجيش دليفري؟ الحنية يا ماما.